ابو نايف ليش واصل مباراه هالوقت؟ والله ليش ما خلص الاتحاد مبكرا؟ يعني عنده الادوات صحيح، بس انه ما توقع الخلود بالشراسه هذه. انا جالس اقول ان الخلود في طريقته هذه هو فيحه يالو بالطريقه الدفاعيه. واضح ان المدرب حفظ، انت تتخيل ان 6 مباريات في الدوري اساسا عندهم فيلو ما جاء فيه 6 اهداف فقط، قوته الدفاعيه. المدرب هذا اعتقد له 3 مباريات ما سجل فيه الا هدف، وهو مستلم فريق جاي في 9 اهداف تقريبا كان صحة الاداء. يعني اليوم اللي قاعد يصير هذا مو مفاجئ ابدا، قوه. يعني انت لو تشوف الدوري هو من اقل، كم هدف متسجل فيهم؟ هو الحين في استلم تقريبا 3 مباريات هدف واحد فقط بس، يعني من فاز ب5، فاز 1-0، 2-1، ولعب مع الاتحاد. اوكي، فلذلك الوقفه تبع اللاعبين يعني محفظهم. الشيء الاخر وخلود المباراه كلها لو تلاحظ عندهم الشراسه، عندهم الحديه، عندهم الالتحامات القويه. لذلك حتى انا اشوف الاحصائيات اغلب الاخطاء اللي صارت للاتحاد على الخلود تلاقيها اغلبها من لاعبين الوسط والمهاجمين. فلذلك الاتحاد يعني بصراحه يعني حتى الهدف لو شفتها هدف خطا في المرمى، وبرضه الهدف اللي على الاتحاد. لذلك الان يعني ما فيها الا الاخطاء الثابته والضغط ممكن يصير. فلذلك يعني المباراة هذه بصراحة يعني الاتحاد استسهلها، لقى نفسه دخل في يعني زي ما نقول من عرج الاستنزاف. الحين قاعد يصير استنزاف جهد الاتحاد، لا سيما عنده عدة مشاركات قادمة. الإصابة اللي حصلت على مد الله إن شاء الله تكون بخير، الاتحاد مش ناقص بصراحة إصابات. ولو ناقص بذل مجهود يعني حتى لو عدى المباراة بعد أشواط إضافية شيء مرهق بالنسبة له. أكيد، وعنده المباراة القادمة مع مين؟ مع الفيحة يوم الجمعة، بعدها مباراة آسيوية مع أعتقد سبهان. فلذلك الاتحاد فعلا مو ناقص، عنده مشاركات، واللاعبين الآن إصابات أنا أسميها نوعية، اللي هي نوعية أن الإصابات كلها في خط واحد تقريبا. تخيل أنت في شراحيلي بعدين جاك مد الله، الآن أنت